مشاهدينا الكرام، بشأن تصاعد ظاهرة الاغتيالات في البصرة معنا الخبير العسكري والسياسي هاتفيا السيد قصي المعتصم. مرحبا بك استاذ قصي. بداية، اذا تصاعد الاغتيالات في البلاد عموما وفي البصرة خصوصا، الى ما ترجعه؟ سيد قصي المعتصم، هل تسمعنا؟ فاصل قصير ونواصل. نواصل جولتنا الإخبارية في استوديو رافدين، ونناقش فيها بعد قليل ملف الصراع على المناصب السيادية والحقائب الوزارية بين الأحزاب والكتل في العراق. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن العملية السياسية في العراق معطلة، وإنه منذ عام 2003 تعتمد الكتل والأحزاب في العراق على تشكيل الحكومات وفقا للهوية العرقية والطائفية. وأضافت الصحيفة في تقريرها أن معظم مفاوضات تشكيل الحكومة وتقاسم الحقائب الوزارية تحصل خلف الأبواب المغلقة، حتى أصبح مجلس النواب نموذجا لصفقات النخب السياسية، مبينة أن تلك الأحزاب السياسية التقليدية باتت أقوى من مؤسسات الدولة، ما يؤكد صعوبة إجراء تغييرات شاملة وحقيقية وترجمة التطورات إلى واقع ملموس بعيدا عما وصفتها بالحالة الشاذة. نعود مشاهدينا من جديد إلى ملف تصاعد ظاهرة الاغتيالات في البصرة، ومعنا الخبير العسكري والسياسي من لندن سيد قصي المعتصم. مرحبا بك أستاذ قصي معنا. أهلا وسهلا بكم. حياك الله. إذا تصاعد هذه الاغتيالات أستاذ قصي في البلاد عموما وفي البصرة خصوصا، إلى ما ترجعه؟ تحياتي لك والجمهور قناة الرافدين الأفاضل. حياك. بدءا، هذه العمليات لو لاحظت حضرتك أنه في كل انتخابات جديدة خلال 4 دورات وما بعدها في تشكيل حكومة تتصاعد هذه الاغتيالات. هذا يعني كله يجعلنا نعود إلى جذور بناء العملية السياسية التي بنيت على أساس عدم ثقة الحكومة بالشعب العراقي وعدم قدرتها على بناء جيش وطني، نتيجة تعرف اللي يعني ألغوا الجيش وألغوا الشرطة وكل هذه، وبذلك اعتمدت على ميليشيات. هذه الميليشيات التي غذتها إيران جعلت من هذه الميليشيات تكون هناك فوضى في السلاح، فوضى المسلحين، وعدم قدرة الدولة على ضبط الأمن بسبب الفساد الموجود. هل الثلاث أشياء هذه ساعدت على أن يعني انتشار هذه الظاهرة، يضاف إلها العمل الاقتصادي السيء، يضاف إلها ولاء الميليشيات هذه لجهات أجنبية، هذا كله يعني دعا إلى أن تكون هذه الميليشيات هي يد الضاربة لإيران لكتم أي صوت ينادي بإفشال مشروعها في العراق. وهذا ربما هذا ربما ما قصده أحد نواب البصرة حين قال إن جهات متنفذة للاغتيالات في البصرة حلت بدل عن الحكومة. يعني كيف تصف هذا التصريح، ولا سيما أن الاغتيالات قد استهدفت ناشطين التظاهرات؟ بالضبط، هذا هو الواقع اللي قبل قليل شرحت لك، أنه الدولة غير مسيطرة على الأمن، ليس لديها قدرة على ضبط الأمن. من يتسيد وزارة الداخلية هم ميليشيات
بدر وقاسم الأعرجي واحد من قوات بدر، واليوم تصر على أن تبقى في وزارة الداخلية بالرغم من آلاف الاغتيالات والتفجيرات. إذن العملية الآن، عملية الاغتيالات تهدف إلى عدة أمور. أولا قتل المعارضين للمشروع الإيراني في العراق، وهذا تم، وحسب تصريح رئيس الوزراء أن هناك بعض الخلايا التي تم إلقاء القبض عليها لديها أجندات سياسية. هذا من ناحية. الثانية هي إثارة الفوضى والرعب بين صفوف الشعب، مما يجعله غير قادر على اتخاذ المواقف الثابتة والداعمة لحريته وكرامته ومطالبة بإصلاح الأوضاع. الثالث هو قطع دابر التظاهرات التي تكشف سوء إدارة الدولة والسراق وعمليات التهريب لثروات العراق والفساد الحكومي وعدم القدرة على التغيير، ثم كتم أصوات المعارضة لحكومة الاحتلال وسياستها المذلة للمواطن العراقي وتبعيتها لإيران، وأيضا توقف هذه الجماهير كلها كعرب عراقيين ضد المشروع الإيراني. هذا اليوم يجعلنا أهم الأهداف. نعم أستاذ قصي، هذا هو إيران. نعم. تحاول من خلال هذا العمل، هو وهذا نبهنا عنه في عدة لقاءات، قلنا أن إيران لن تقبل بوجود شيعة عرب في العراق، وبالتالي عندما همشت المكون السني الذي كان يقف ضد مصالحها اليوم عادت إلى المكون الشيعي وبدأت بالحرب المدمرة، سواء بالأمراض بالجوع بالاغتيالات بالتفجيرات. من أجل ذلك مصادر حكومية تحدثت عن وجود قوائم اغتيال بأسماء ناشطين لدى أحدى الميليشيات، هكذا تحدثت هذه المصادر. هل نحن إذن أمام تصفية ممنهجة لكل الأصوات الرافضة أو المعارضة لهذه العملية السياسية الراهنة والنفوذ الإيراني بالضبط. كما تفضلت. نعم بالضبط، لأنه لو نلاحظ احنا السياسيون الموجودين جميعا هم كلهم تحت مظلة إيران، والكل يعلم أن سياسيين السنة بات يسمون سنة إيران، يعني إذا هم إيران أحكم سيطرتها على الحكومة وعلى مكونات السياسية الموجودة فيها، وبالتالي الآن صوت الجمهور بدأ يعلو. هذه بالنسبة لإيران فقضية كبيرة جدا، ولذلك يجب أن تساهم بقمعها. من يقمع هذه التظاهرات هم الميليشيات المدعومة من إيران. نعم. ولذلك ترى أن هناك صراع اليوم بين الشعب العراقي بكامله اتجاه هذه الميليشيات التي هي السبب الأساسي في الفوضى الأمنية اللي تحصل في العراق. نعم. كما يشاع أن هناك ما لا يقل عن مليونين قطعة سلاح، لا يمكن لبلد أن يستقر بوجود هذا الكم الهائل من الأسلحة بأيدي مواطنين غالبيتهم دول هؤلاء المسلحين ليس لديهم ولاء للوطن. نعم. وإنما هم يساهموا بتدمير الوطن. ولكن أن يصرح العبادي كما تفضلت أنت قبل قليل أيضا بأن عمليات الاغتيال في العراق تجرى بدوافع سياسية، يعني ما تفسيرك لهذا التصريح وكيف تقيم ردة الفعل الحكومية إذن؟ ولا سيما طبعا أن الداخلية ذكرت أن الوضع الاقتصادي في العراق بفوضى السلاح من أسباب تصاعد عمليات القتل. لا، الحقيقة يعني الموضوع الاقتصادي هو موضوع جانبي حصل في فترات معينة، ولكن الحقيقة هو مثل ما يقول رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أنه الموضوع هو موضوع سياسي بحت، لأنه المطالبة الجماهيرية الآن بإصلاحات سياسية، يعني بحكومة إنقاذ وطني، برجال يخدمون الوطن، وهذا لا يخدم إيران. لو جاءت حكومة وطنية ستهتم بالمواطن العراقي ولن تقبل أن تكون خاضعة لإيران أو إملاءاتها أو يعني سياستها، وبالتالي إذن أصبح الموضوع معارضة ضد نظام حكم إيران تريده أن يبقى لتستفيد منه، وبالتالي هذا بالضبط سيكون هو يعني تصفية سياسية لأصبح المواطن العراقي يعي حقيقة ما يجري في العراق. بدأ يدرك من خلال حرق الأحزاب المقرات الأحزاب في البصرة وبطلب بتغيير سياسيين، أصبحت المطالب سياسية بحتة وليس مطالب خدمات فقط، وبالتالي هذا يخيبت الخطر على إيران. نعم. حرق صور رجال الدين في إيران. نعم. حرق المقرات للميليشيات، هذا كله هو رد فعل. نعم. المواطن اليوم إن كان سلميا صدقني سيأتي يوم يتحول إلى حركة مسلحة. وبالتالي إيران تحاول أن تقمع هذه التظاهرات بوقت مبكر كي لا تنتقل إلى مرحلة خطيرة حين ذاك لن تستطيع أن تحد من تأثير الجمهور العراقي. أشكرك شكرا جزيلا. لندن الخبير العسكري والسياسي سيد قصي المعتصم.